أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حنكشف قد جن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه. نبينا عليه الصلاة والسلام زيارتي سي وزيارن هي هو يديسي وحانو شاقني ونهرو صحسني. نبينا عليه الصلاة والسلام قال حسنا جرأة إنه هو يدي سجيريوت وخلافا إيسان كتاقنا النبي عليه الصلاة والسلام هو يدي سنة كجيريوت بين مكة والمدينة ميل الأبوال إيراد نبي مركة أسكا تضبط سنة جر مرد ما يسنين وحا مركة كان انت هم جوغنو سو هذا القادة جعلان لهين إن شاء الله ما سو هذا القادة هنا نبي عليه الصلاة والسلام إنه مرقب قبرك هو يدي سزيارتي أسكو وين وصحابة النبي كان إلى جيرانه بعد البعثة. نبي قبره هو يدي سأي زيارته فبكى وأبكى من حوله. نبي هو أوي إدي أسجل سعته أجارك سجوجين سدوا كل هو أوي. مركز ولبا النبي هذا الآدي أبع لسيل وحوري استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ربي جيجا وحن إذن ويديستي إن هو يدي دم بداف ويديو إيما إذمن واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وحان إذن وديست إلهي إن زيارت قبره هو إذن وهو إذن حديث كان مسلم إيه نسائي أنت بوا إصو سار هيان ولبا الإمام النسائي حديث كان مركو صو سار هيا عنوان كدغان هيا زيارة قبر المشرك قفك مشرك قبره إلا زيارة كرو بنانا شهدي معنى هذا الكلام إمام كأسجا إيه أي مكالو تربض محيكو تغير لبدو والد النبي عليه الصلاة والسلام إني سنبت بادينين أسقو الدليشان هاي حديث كان يا حديث كله وحسد قبل الإمام النسائي وحسد قبل الإمام البيهقي وكذلك الإمام مسلم مركو صحيح مسلم كشرح هاي أسقنا هذا النوع عصو كلاتها يودها هي ولكن أئمة داس وآتي آتي وميزان كعلوس أوله وحاكو خلاصا هذا الكاس أئمة كلو تربضا طبعا انا كان اكو خلاف سنه وحا ان اله سبحانه وتعالى اجد دغنين واغا عقيده دغنين وحا وي لبد والدي النبي عليه الصلاه والسلام اني بدباد هيا ائمه السدا قبت وحا كميد الامام السيوطي الى وحليه لح رساله او كغه هدلهايو لبد والدي النبي عليه الصلاه والسلام اني ناجيه لح رساله ورساله ولب انت سو ادله انت سو معقوليات انت سو نقل او كين هيو الامام الطبري الإمام فخر الدين الرازي الإمام فتح الباري صاحب فتح الباري الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني سيدا اسكلو حقبة والد في النبي إنه يهي ما أركي سامد ناجي وبتبادها هي ولما ذا مركي قبت إنه لما ذا والد النبي عليه الصلاة والسلام بتبادها هيان محيد دليشان هيان حديث كان سيئي له هيان سؤال شو مهم سنة لسويدين كروي حيد دليشان هيان إنه تتكاس أهاين أهل فترة إلهنا سبحانه وتعالى أولي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أسلم إنسان كوكو عذابه من يهم بإله إليه إلى أن رسول أقصه صار وأهل فترة إليه إنسان درت أهل فتره هيكو أمي يا شيء إن أيهين ما أركي سهدت ما أركي سهد الحمد لله إيه ما دام الدعوة دي رسالة دي سلسو قارن لقفكو عذاب متسن هيا مركو سو قارو رسالة مركي سو قارتو قادم واي ما دام قبل البعثة أولي بإيكو يرير نبي قوم وينانين بأي جيريو دين نبي قوم بيس وكان صوت المامشان إلا باتن سنو إنو كو حجارتي نبي قوم هوي دي سنة صدون سنة مقارن بألا تدوي إلا باتن سنة ميلاس مركدتك هو أهل فترة أهل فترة أمتها اللي غوشن يعقاب كان عذاب كان أمية لسان دبت ودور كان إيكو أمية له وهي حديث كان سيدي إليسان ونبي قوم لي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي هو إذا إنا دم بداف هو ديستان إلهي هو ديست إيمان إدمن وحلو جوابها يا أسلم بدم بداف لو ودي يا إلهي وحد دم بداف إلهي لو ودي قف مركو مذنب يا أو تكلفة إسارنت دك مكلفين بما هين دل كلفة بما هين ما دام قال لك كلفين وركان أهيك إنت دم بداف إلهي لو ودي وما تعلق معايا لي واحد دم بيو كدعي أو تكلفة أو سارنا أو قصبة إن إلهي دم بداف لو ودي إيك وما أولين ساسة أبو جوابها هي وايه اوهنتنا محيكا نبي عليه الصلاه والسلام واو اوي وحا رجي اسجل الشعودين واي اوين
وهنت النبي قوي يدك أسجل السعودية وكجرب قوي كم ترجم يسوع هن يدك كان عذاب كل شيء هن وفق أسوا أهل الجنة وجنة إلهي كون راح يسنا هي بدأوي كرتا أديكو قلنا حريسنا هي ما قد مرن هي إن أتأرك ويسين أما كل مويسين أما إيش هو جاري ويسين مرك وهنت كمل لازم يسئني مشركين هن وعذاب إيه كجيران بل وحد يعكر كرتا إيه كجنة كجيران مؤمنين ومسلمين إن قف في قبر زيارة قوي قوي مسلك ساس علماء كتكتي علماء كلنا إله وكوري وحي كتك هيان وصيدو إمام السيوطي آدي آد وقود دوده هي في رسالوين كس مركة آخر سيكمنته وحوية النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة لو دي سوال اللو سنولوي هو دي سيابيس اللو سنولوي لو بندقي الرسالة دي الرسالة دي نقاتل حديث نوعه سوارد باجرة حديث لكن حديث لكن سنة كيسة ضعف ما هو حسو كتكي آدي آد وضعفه يا واي سيدا سوحا آدي آد أودو ذا الإمام أئمة فرب ذنو وهو قامين على الإمام السيوطي واي النبي عليه الصلاة والسلام محل أودا في واي مرك الله على بركي أو إلهي دم بداف إنو ويدي إنو ويدي دم بداف محل أودا قلان واي إيكن وحيكو جوابا وحليهن إنتا الله صنع لين كهر بيهد زيارة دا إنتا الله صنع لين كهر بيهد سيدا درتهد بعدما النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن إلهي أوي ديس إن الرسالة وذا بديس والد قاران والوسون ولي تكريما وتشريفا له مستحيل لماها قول كسدحات أما مثل كسدحات علماء ذا قبت اللبدا والد النبي إن ناجين يهين وحيكوتك هيان وحيلين إلهي بها سبحانه وتعالى ما ننت قيام ومكي لسؤال هي عند الحساب با إلهي وافجين دونا إني كوكو ليسان حسابتي ساسي الناجين كنا قن دوناني كوبة بادي دونا قول الله سيك مركة أكتوري ما بقولها لأنه النبي مر قبل جهودي زيارة النبي لا في وديه لأن إيه كنا جاه إبد بعده وحكاه الله يعني ما نتقيام مر كل سلجاروي المهم إن لبده والد النبي إيه كم يديهن دديوك إبد بعده هي إنه النجادة بينه أنك عقيدة هان رميسنا هي إلهنا كجدين لجانا هنا وأنا سيدا جعلان له أديك وهذا جعلان له إنه والدك أهل الجنة نقضه وحباب أولى لبده والد النبي عليه الصلاة والسلام نقضري كفالة جده عبد المطلب نبي يهودي سآمنا بنت وهب مركي جيريوتي وحان نبي كفالة قاده صلوات ربي وسلامه عليه أوجس عبد المطلب نبي عليه الصلاة والسلام يهودي سوحيكو جيريوتي بينو نيري أبواء وحان نبي يهودي سماش أسكسو قاده مكا كولسو نقطي قبدي أم أيمن الحبشية هي نبي عليه الصلاة والسلام مركو أركي أوجس نبي أوجس نبي واو 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 ضمي آدي آد بأسو دوي قلبي إسانا أجلعي وحان اللي يلمه دلي أو تبن ويلها يلمه سيد دلين عبد المطلب وحكى جعلان جل النبي عليه صلوات ربي وسلامه عليه قصوين كتصهايا عبد المطلب إنه نبي قاعد يا رجعلا ونبي أوجي ساعة وح ما أركي ساعة كميلة حديث كان الإمام الحاكم ومستدرك سنة صحيحة وقصو صارعي واتل من كندير من سعيد ليراد يا وحول وحان حجي واجي جاهلية بان حجي مركز أنا حاركي بورنن طوافة هي بيت إله سبحانه وتعالى أسوأ كوجبيا هي وكوع العلن هيو ربي رد إلي راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا أسوى كوعلا النهي معناها بيت إلهي بطوافها يا عبد المطلب أرجن إلهي وكوي دي سنة يا وحولي ربي رد إلي راكبي محمدا مركز سوى حقول عبد المطلب هو من كان أب إلهي كبر يسئينه كوسو نبد عليه كابو أها مركز سويل كي محمد أهون أبوه أها بان أدربه لي حلقي له اللومي دا ديورة دينا هيبو راعي وحنا كمر جبويري صداحست وصداح تاسن إلهي وحقوه دي سنة يمرون إلهي ونقع أنت دي السوقري مركو النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أبعثك في حاجة أبدا ولقي مرد حاجك ودرسا ما يقول ولا تفارقني بعد هذا أبدا مركو سي عبد المطلب ونبي أوقي ساعة نبي مركو أبيس ويدي سجيري ودد يوي كفالق هذا أيو كمدها آدي آدون أجعلاوي جلوس رسول الله على فراش عبد المطلب ساسوك لو حينو شاقني عبد المطلب إنه أها السيد من سادات قريش سأدرت إذا كعبده هوس كذي أما هوس إذا وحلو دي يجرب عليه الفراش ويليش يسمرك وحيفر يسنجرين حول فراشه فراش كاسكلي وحكوفر يسنجر عبد المطلب ما دام وسيدي سيد كي مقالة دي ولكن نبي يمرك وما هذا أسقه ويلي ركوس نبي عليه الصلاة والسلام كموسى يلي جري إنه بناك في إلى جانب كسير سوف يسيمه يعني وحدي جري دعو مني دعو ابني يجلس فوالله إن له لشأنا ثم يجلسوا معه على الفراش ويلكي شأن ابو صاحب ويا هي هاي لفر السيد داي ابو دي جرو وافر وفات عبد المطلب نبي عليه الصلاه والسلام سديس انا مركو جاري وحاجي يريد انك عبد المطلب اها الامام الحافظ ابن كثير وحليه هي واتيده
waxaa nabiga kafaala qaaday bacdama nabiga hooyadiis ee geeriyootay awoogiis Cabdul Muttalib ilaa uu nabiga 8 sano jir uu ka gaaray way nabiga markuu 8 sano gaaray waxa meeshaas ay ku geeriyooday ninkii Cabdul Muttalib ahaa way waatayde nabiga kaleey salaatu wasalaam kadib waxa kafaala qaaday adeerkiisi Abu Talib Cabdul Muttalib markuu geeriyoonahay wuxuu u dardaarnay Abu Talib oo sayidina Cali ibn Abi Talib aabihiisa ahaa oo nabiga adeerkiisana ahaa waxaan hore u soo xusnay nabiga aabihiisi oo Cabdullaahi ah النبي قادر كيسي وأبو طالب أه إن إسكو أبيسكو هو يأهين أذير طبنا ينبي لها لكن وح أبيسك وأبوك هو ينأها أبو طالب أو سيدنا علي بن أبي طالب أبيسه ويدو حل تجري فاطمة بنت عمرو بن عائد سادت كذا أبو طالب إنه نبي كفالة قاد أسجى أولوة أدي أن وأجوينا واتهيله وحنا كفالة دي نبي عجس وبح على أكمل وجه سيدي وط لما يسترنا سيدي وفعنا أيكو كفالة قادو واتهيله حديث بالا ورياء ابن عباس لقوريا رضي الله عنهما أوليه مركو عبد المطلب جريودي النبي عليه الصلاة والسلام وحاج عنتي سقبت وكفالة دي سلوري أبو طالب أسقى سبل جوجي جري أبو طالب نمن مركو حوها قعان يرو فقير وهو آنخ ولا بدن هاي سنين لكن النبي آدي آدي آد بوجع لا واتهدي وحوها هذا لي سيدنا أبو طالب من أنصحان إلى أكو قال النبي إنه سحر جنبي سمو يعني هدو بحيان ولبح جريبا ليلي وكان يخصه بالطعام المفرب بدن أيو لها أبو طالب قعدت سنة وايرد وحدي جربا لي المه هذا دون إنسان إن تركتان سجى إلى محمد إذن كجاي ماض وحشان إهيد بالي نبي عليه الصلاة والسلام مركو المه لا عن تيوي درجة هي لكن هدو سلا عن تيني ما درجة هي زاد درت يد وحدي جربا لي سجى هذا ربتان تركتان محمد هاي ذي ماض لأن النبي جنا بركة على سعوة صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه سفر كي النبي عليه الصلاة والسلام بعدما النبي قوي نادي مر مرات كميدة أبو طالب وحوراعي شام بعد وقت قريش سنة كي ويسافر جرين هل كان إيه شام بقى جنعس اللو آدي جرين لأن كان شام بقى آدي أهر مرسنا أو يوروب تحقق إلي حقي ما إيش هسا سفر لو آدي جرين مرات كميدة مركة النبي قال لبح صلى الله عليه وسلم إيكو أضيال فرب ضن أو قريش أه مركي كل وادين من راهب أه ولديه جري راهب كان مجعيسي بحيرة هل كيسي كود دقين وأمن نين أيسي مري جرين سو مري جرين وي أو هل كيس يكون أسين جرين مركه هراء أمر عن نك رهيب أمر سو بيح جرين ولكن ما أنت نبي مركو صورة عي وولك وصاب حوي واتهدي حجود قال نك رهيب كها إنه باربارو دت كيس سفر ككوم ناجا ما عاد سفر ككوم ناجا إلى النبي قعدت سو كقبت صلى الله عليه وسلم وكير هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين ويل كان يرى إذا لا سعده ورسولك عالمين إلهي سبحانه وتعالى سو سهر دون رحمة للعالمين لأن دا ديوغن وحي أخرنا هي كتبتي مقدمة إيهيد إيه هوري لو سو سهري أي أخرين جرين كنا لما يسترميت علامات في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وضياش مرك قريش إيه أبو طالب لسو عتان نيكي كويري ما علمك ما حكو أغيسي إنه سيدي هو رسولي وقولي إنكم حين أكشفتم من العقبة ميدا أركي نمي وأسكس عتان مركات سو دواتين ودحقي وسو دواتين جيد مهرم بويري إلا وأو سجودي واتيدي ولا يسجدان لنبي الا لنبي نجح يجيد كنا سيدو كلمه سجودان الا نبي موياني وحنا كو غران هيا بو خاتم النبوه دبر كدنب قيبت بيدخ على مدس ايو نبي كلها صلى الله عليه وسلم اتهل سفر كان مرك ما دام جماعه النبي ولا سعودو نكي راهب كها ادي اد بو كرامي ادي اد بو سو دوي وحنا او شيغي ابو طالب ان ويل كان هدي روم اركان اي دلي دونا سدا درتيد هلكا او كلا نوقدو النبي عليه الصلاة والسلام إن هلك هلق عليه والسفر كاسيت وسنتام نقنب أيو نيك الراهب أبو طالب أو النبي قادر كيسا كل تلية وحكوير وليب وقت يدي وسوبح هي على مدي وكسو بحي ماش وكسو بحي أنت بوالو ذي جوجا وحن كولا تلين هيا أبو أبو طالب أو ويل كان إن أنا سفر ككولا تاميل أو نق عليشو يان يعني كولا تلين هيا أبو واتل أبو طالب ترضى أسقى هو يلي نبي أنا دب أيو علي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مركو يروي نادي أو وحوك سدي وحب الله إنه شقيشته شقوين النبي وكشقين جرو حاكمي هاي ما دام أدير كيس أبو طالب ولجو وهنتين أوسن هيسن إنه أن أري راعوي واتهدي رعي الغنم أري راعس يا نبي عليه الصلاة والسلام وكشقين جرو واتهدي غير مكة أي دنانير ير ورع جل صلوات ربي وسلامه عليه سوى ما أركيس رزقي سوى كسبه واتهدي بالكد والتعب وكسبه دول واتهدي
نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ويقول ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. إله سبحانه وتعالى النبي مسوى سهران إلا أرجع يراعيه. نبي أصحابي سووا دين وأنت يا رسول الله أبي حتى أرجع مرة عليه. قال النبي وفير نعمها كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة واتني حوغا هيرو الدنانير قيبا يرو الدنانير كميد أماركيس الدنانير أيام وحان أول راعي جربوا أرعي رعي مكة واتني صلاة سكري. نبي حديث كالو حقول بعث موسى وهو راعي غنم. نبي الله موسى وعلى صوت ساري أسقو أري راعي. وبعث داود وهو راعي غنم. نبي الله داود وعلى صوت ساري أسقو أري راعي. وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجيادة. أنا كنا سيدو كالوالي صوت ساري أنا قولي بأريكي أرعاية في أهل كيدو أو مأركي ساميشة أجياد كسوغن ولم دو حيلين حق ماذا كدن بيسا إنو قفك أريك راعو أريك لشق أيو وإيك ربض أنت وحاكم إيه إنو قفك تمرم أوهلو واتلي واح قفك أوتاقين يهي وكفا على قادة هي وكشقين هي سيف في عنا أيوة شقينا هي مركو لسه قبصده أما هو أتكيستو أري رعيس لأن أري وح أدي أدولي بدن واتهدي وحكو برا يا مركو واحد يراد الدلقات إينا أتكيس يلت جيلة إيه اللوضة كلمة ما تقدم وكلا ديدا هي وكلا سعودة وفدود يهي مربما يلبوبو ده هي السكينيستو ده إيه سكوهين تو ده إيه إلالين تو ده هداد مركو كو قوليستو مسورة جيلة سرط إنا كو قوليست إلا إنا صبر بدن تهي مؤيان marka ku guuleysata marka waxa ka dhigantahay ninkaas mashaqooyinka kale iyo arimaha kale ee u baahan dulqaadka iyo adeega ama adkaysiga iyo samirka babu awla way inuu ka soo baxo way waatay arigi baa la khaas yeelay maxay la waa daciif sheegan moota duwan yahay oo uu ku dhibahay waxa dhigi karta weeninka ugu dulqaado laakiin shay yaro adiga baa gacanta ku qaban karta ama markii baa gowric karta xagna aad iyo aad u dhib badan oo na daciif ah waatay isku keenistiisa markii isku hayntiisii aad iyo aad u adag taa marka qofku waxa ka dhigaysa qofku inuu noqdo qof marin ah oo dulqaad badan oo samir badan oo adkaysi badan weyn waa taageer sidaas oo kale ariga raacistiisii maxaa ambiyada loogu badiyay waxaa ku sugan bay culimada leeyahay kasab maadi ah oo min camal al-yadi ah qofku inuu shaqaysto gacantiisana uu ka shaqaysto waa taageer wa afdalu al-kasbina ma kana min camal al-yad aslan ba kasabka waxa ugu fadli badanna waa wixii gacanta ahaaday وحق عنده وش قيّن يسوع يا كسبهان أوفى اللي بدنه مركا وهل كم واحد نقول شيء جينا أمبيو شقيسنا يسوع ولبا عمل اليد عمل عمل هو هذا عنده كويس وأنا محمد نبي موسى نبي داود عليه الصلاة والسلام قوك مركا مؤمن كي ما أنت جوجو إنه شقيسن ويا أما الحمد لله إنه لش شحات كديجو أما إنه لش زيارة يو الله بري يو ما أركي سكديجو أو ساو كبس جريو ما هدينك نبينا عليه الصلاة والسلام فهنك صحيحة مع سراس قف وإنه شقيستا ولي بشقوينك كينا هنا بددو وداشو وتعب أتكلك ولنتو سكة سبكا حلاشة وعن تاسد ماركيس الحمد لله أنبيادك قضينا ناول واتالي حديث صحيح نبي وحكول لي ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أحد مجر طعام عنا كخير بدن وح وكشقي جعنتي سشقة ده دول عمل كمركي جعنت لقى قوانا هيو مركز يقولوا ده إنا داشو مركز يقولوا ده إنا شيرتو مركز يقولوا ده إنا تعب رب الله كورن ما دام أنت سو تعب أو اللي هي أسير نروح نقضى أفضل الطعام أي نقضى وي نبي الله داود نوح حالي روح كعنا جري من عمل يده مرك أم بيدو بهدي شقيشنا يسوع ذيك ومؤمنة علماء أهو أم عامي أهو إنا شقيشتو أو واحد جعنت أذاكو كسبت كعنتو كل حساب تب واتيدي هو حل يرادو اكتفاء الذات ان الله تمد ذات ذات ان اكفل نات قف كمؤمن كوقف كذات دي سكفل قف كمؤمن كما مدك اولاس كسوبيه مجتمع اما دك كلو اولاس كسوبيه هدو سفر هيو هدو بيل راسن هيو هدو اروس هيو هدي ماركيس الحمد لله علمو دله هيو هدو ناي غورسن هي مد كحسات ما دك كلا جيب غود واخو جيره ما قف كمؤمن كاساس قف كمؤمن كو ان ذات دي سكفلن wax asaga uu doonahay waa inuu ka adag yahay inuu kasban karo oo la iimaan karo oo shaqeysan karo haday kula gasho xataa inaad geedo soo aruuriso oo gadgado waa suubinaysaa waxay ka xun tahay inaad ku xisaabtanto qof kale jeebkiisa wax ku jira waxaana la yiraahdaa man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaana quudkii asagoo cuni lahaa milkiisiin in oon haysanin qaraarkiisana qofka asaga ma milkiin karo berika maala haddii lagu dhaho miyahow wahaabi yaa la noqday wahaabi noqo waad qaadan bishii $1000 lagu siinahay ahlan wasahlan warniyahow
شيعة النقد شيعة النقد هذه النقد أهلا وسهلا شيعة دي بقى النقد يسا سدح كون الدولار بيش إيصال دي عيسال لذي بيري كمالان هدي مجوز يوحك للا النقد هذا وان سويت هكا انت هدي أربعة محاك هنا هي مرك إنا تكو حساب تنتو حيالك لنا قادت أما كيف يعني إنا تجيرا انت سوجر تردحول قدوت موقف كاقي مبدأ قديني كاكو تاقنات ما لين بفكر عشم حكوي ما نها ولو بتبدلها هي ما لين بلو بتبدلها هي هذا ودم كوشيدال إيجاز كعب حد ودبت هاجن تدو وفكر كا معرك سال لو عيارها يا مسك هذا وصحيح إنك كم مؤمن كم ما أهمت مجتمع عسلية ورك وإنه كذا دعو ما أهم مؤمن كسلاس إنك الله بريج يزيارة يتوكس يسحات يقول تاجن ما أهم قف مؤمن أو إيش قاعد ما أنا لقي يلهي ما أهم مؤمن قف سفاد في سد اسمع مقرنا يسح سادرت هذا إن لغو النعو هذا الكاغل المقلي وايو مجتمع ولا يسكون نقطه واسكد بوريه قاقي إيو ما أركي سسوغي دقات سوغي سدتك على جيب كل واحد كجرا ما أنتون سوغي ما هسفات كي ما أركي هدي اللي يراد أنبياء إلهي ما شقيسان يسو اللي يراد أريد الراعة هيان إن الدنانير هلا أدوكو الشيخ بلا محاتة أنبياء شقيسان يسو أدوكو الشيخ بلا محاتة يا إلا تخميز يحيرتو ما إله وروريك ما صفات كي ما أركي سمؤمن كولها ما بل نك مؤمن كأسرع جانت سرسا اليد العليا خير من اليد السفلى نبي هذا صلوات ربي وسلامه جانت سرسا وحكى خير بدلته جانت وسيس اكتفاء الذات وضروري قف كمؤمن كذات ليس إنه كوف النهض وضروري أو سمجتمع ولا يكون قنين مرك اللي وقرك اللي قدر سرير وكي زيارة دونه كي برية دونه ما جرنا إيشا بل إنك مسلك إنه رأك نكديك تو مبدأ كديك تو إسكاب النهضة هدي أنبياء إلهي اللي يري شقيس وأرجع راع أو بوره فولا اللي يري 6 to 6 أرجع الراع هيان هذه هو الطريقة هي بالمضاح وأنتي جوكتا محبا بيدي أنا سوشي بارك الله فيك فوائد الحديث واتي رب ضنت هي فضل العمل اليدي قفك إنه جعنتي سكشقيس تفضل إلا ده بحديث الكتب الصحيحة وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر نبي الله داود أنبياء وحوية مودة المركز اللي جشها كين هي عمل اليد قعنت إلا جشها قيشت لأن وحو أبد نابالي صلوات ربي وسلامه عليه النبي الله داود إنه شقيشت بعض أهل السير رحي الشيغان نجار إنه أها إنه قيدها قوري جري بورها قوري جري قريها ديس جري قعنت إسا وكش قيشت جري صلوات ربي وسلامه عليه لأنه كان خليفة في الأرض مدك الخليف بو أها خليف بو أها ومسلمين زمن كاجوتي أما مؤمنين زمن كاجوتي أي خليف أها وانتهي سيدنا دبت النبي عليه الصلاة والسلام مركو أنبياء كشقينا إن بدن بأركي سنة نبي الله داود أسقى سوى هذا القاعدة نحيوي واتهدي لأن عموما إلهي سبحانه وتعالى أنبياء مركو كسوى ذا شيكي وحيدي فبهداهم مقتدي هنون كودي أقد ديو وحيا لا مركو أنبياء أقد ديين وترب ديه إيمانك جهادك حكم ده نولوش هذا كفل ناتو ذات ذا هذا أود ميل سارت ماركي سنة وفيها أن التكسب لا يقدح في التوكل سيدو كلي وحل قفها مع حديث كان قفك إنه التكسب سوبيه أو شقيسته إني سن أدي مينين عين ما كوا هين تلا سعر شدي إلهي وتلا سعر ناي وحدت كسر درس من توحل إرادة توكل يتواكل توكل وحلا ده هاجر يتواكل وحلا ده توكل وحاول قفك إنه إلهي سبحانه وتعالى سسحة أو تلا سعر ما كي إمادة تلا سعر شدي إلهي إنه بقول كي بقول إلهي تلا سعر عمل كإشقاء بركة إمادنا بقول كي بقول وش قايل هذا نسي بيانيه معناه هذا الكلام محاوي مركو شقين هيو وحو شقين هي كأنما إنه ستوكل جري مركو إلهي تلا سهران هينا وحو إلهي أتلا سهران هي كأنما إنه يشن شق جري معناها وحال ربا إنه توكلك إلهي أدونك أتلا سهران هي إشقاء إيش بربر سعودان مدى مترك الأوسن كغالي نغنين مقرنا يسا لكن تواكل وحلا ده هاجلة قفك إنه سن وحلا أسباب ولا إيمان أو إلى هذا تواكل بعض كذا نولع مجرنا يسا فهن كاسها مركا الحمد لله إيه مثل الذي ديها وفيها أن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه شيء شيء مع دليله لا شيء وصدق الحديث وأقول سجن يه إنه كجس سجن في نفس سامعه شهود النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار هل كاسين بري إن شاء الله تعالى كبلا وندونا قولوا ما تسمعون وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.